عجبني برشا. خلينا نسالك انت السلام، كلمه بركه نحب نقولها. نفس المشكله في النادي الافريقي، باش نعطيو حق معز حسن. الحقيقه امبارح ما ليناش جارديان معبي الكاش نتاعو. غلطت غلطه الحقيقه، ما نجمش انا بالنسبه لي انا ككلوبيس ما عادش نجم نتمين على الكاش. ما ربحش نقاط البارح خايف هذه الاسماني. تعرف انا العباد تبدا على معز حسن، وانا ما نلومش على معز حسن، انا نحكي ككلوبيس مش ولدي. معز حسن جاي، انا احسبه موظف سيدي جاي المركي في نهارات وماشي على روحه. انا اللوم على اللي بعد معز حسن، ما خذاوش على ما عندهمش الشخصيه الكافيه باش يقول انا ولد النادي الافريقي وانا باش نطمن الجمهور. هاك شفت لي كاليتيني موجوده توا، باش ما عادش يقنعونا توا اللي بالموجود توا. نخلي معز حسن نحي معز. امبارح نقطه ضعف النادي الافريقي لولا وجود الليبي ولولا وجود حمزة كانت تصير الحقيقه. معناها ما طمنيش انا، ريت جارديان عادي حتى نيفو البدن الحقيقه. انا ريتو في الكاش الحقيقه عادي. مش السرعه نتاعك انت تبيعها. لا لا خليني نكمل على ماتش نكسروا جارديان على ماتش نطلعوا جول. لا لا انت لا انا ما نزلش. لا سيد احمد انا معاك في الحكايه هذه. خليني نكمل لك بربي كلمه بركه باش نقول. انا موني اعطيت حق موزع حسن، انا نتكلم اللي بعد موزع حسن مش ملي هاي، مش قادر رافي مميش، مش قادر رافي مميش مميش من هاللولاني ما عمليش الغلطة هذيك، عبا بلاسو كذا حتى الغلطة المستوى. أنا بالنسبة لي أنا نحكي حتى على اللور موش متاع جمعية باش يمشي بيه ولا باش يدخل بيه للأفريق. بلكش خاطر بعيد برشا على الكومبيتيسيون. بعيد ولا مش اسماني فماش بعيد وقريب مميش ملعبش. مهم أنا سألت عليك، مهم يكون بعيد معناها. هي مهمة كلامك، لكن راهو الفرص ما تجيش برشا. معناتها جاتك فرصة لازم أنت تستغلها مميش ولا غيره. كي جات الفرصة وبرهن اللي هو معناتها شوف حتى برشا من الأول شوية انتقادات على مميش، لكن مميش مالي بلاصتو كي تشوفوا مالي بلاصتو دونك. معناتها نفس الشيء، انا نفس الملاحظه على الحارس، ما تحسوش مالي الكاج نتاعو، فهمت؟ دونك راهو حتى الكوتي تكنيك، حتى كيفاش يتعامل مع الديفونس، كيفاش معناتها الوقفه نتاعو، راه فهم برشا حاجات. انا مانيش معناتها، لكن من حق النادي الافريقي انه يكون عنده حارس ممتاز ويكون حتى الثاني في نفس المستوى نتاع الحارس الاول ولا حتى خير منه. وهي من عادات الكلوب افريكا ولاده في لي غارديان، معناها سيفري معناها كيتخرج في غي في الورفني سيفري بالكاليتي هذيك، ماهوش لي غارديان اللي كنت نعرفهم في الكلوب افريكا يملاو الكاج ومعناها تبارك الله يسامبوز وكل شيء. بوم خلي له شويه وقت. اخر غارديان ابو بكر الزيتوني ولاده ما عادش عندنا ولاده. ما تكلمناش على الملاعب اللي تكلم عليه برشا مروان تاج، هو الخضراوي ما شفتوش لعب الماتش اللي يعني. مش موجود، راجع من ضربه ما تنجمش راجع من ضربه ولا نقاول اكسكيوز زي الجول ما يسالش معناتها ضد فكره صحيح صحيح. ملاعبي راجع ولا مش راجع، عندك كاليتي ما تلعبش 90 دقيقه ماكش بريسك مش موجود. تعرف الحاجه اللي صعبت على البوست نتاع انا حسب رايي نحن جيران كوبانتي، البوست اللي تصعب على النادي الافريقي هو جمهور النادي الافريقي رافي مميش يرى في الترجي من لا شيء من لا شيء عملت جارديان وجارديان ولا طلع للعالمية. معناها تحب ولا تكره جمهور النادي الافريقي علاش ديما يقول لك ولد المغزاوي ولد المغزاوي، رغم اني عندي معلومات اللي كونه عنده عام ونص عامل شوت ما نجمش الحقيقة. هنا انا حسب رأي على الهيئة المديرة، هاي الكرة هاي باش تقف هاي باش ترجع هاي كذا. من هنا الجانفي كان يحب يعمل جمعية باهية، راك تعمل 11 جوار 10 جوارات من غير جارديان راهو زيد ما عندك مش توصل. فما خير من معز حسن شطر القصة. لأني قلت لك لا مش يحكي على معز، هو يحكي على الدوبلير. أنا اللي ريته امبارح مع احترامي لجمهور النادي الافريقي راجع معز حسن. إيه فهمتوا سي مختار يحكي لك قالك معوض، ما فماش معوض، وأنت تحب تعمل جمعية كبيرة راه الجمعيات الكبار جينيرالمون يلزم عندك أن جرون غارديان. وشوف أنت في الجمعيات الكل عندك أن جرون غارديان بعد خاطر اشتر ليكيب، هو يا يخليك في ليكيب يا في الماتش يا يخليك في الماتش يا يعمل لك ديفوت معناتها، وخاصة ما يبداش مسترسل. كان جا غارديان باهي في الكلوب معز ما يلعبش نورمالمون كل مان، لكن ما فماش كونكيرونس كي تبدا ما فماش كونكيرونس. برشا جاتو برشا دي شونس ما طلعش بالكلوب افريكان في النيفو الكبير. ان غارديان مميش في الصغر السن نتاعو شكون يلعب قدامه مميش؟
شو قدامه توكاي ومريح دوز انترناسيونو اي مهم اسمعني توا يوسف نشكره في يوسف وحمزه من 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 معناتها ديزاكس ما شاء الله عليهم البارح شفت الجارديان مرتبك ماهوش صحيح اي معاك احنا في نفس الحبيش 17 سنه وطلع طلع من الاول شخصيه قويه انت وشخصيه انت وشخصيه لا انت وشخصيه الجارديان شخصيه الجارديان تظهر من الاول مش تظهر بشخصيته هذا تحس مازال ما عندوش هذيك الشخصيه الكافيه مش من الاول شفتوا مش من الماتشات الاولانيين ويعيط على مرياح ويعيط على اسمه ويوجه ويتكلم دونك معناتها تحس جارديان عنده شخصيه بالنسبه لي بغيث جارديان اللي يظهر واللي ولا رغم اللي احنا رانا محايدين راسلين ورانا نحكيو عادي النظره نتاعي جارديان معناتها